أنا أعتقد ما توقع من الوقت المحدد 69 ساعة وأقل من نصف ساعة، بالتالي أن هذه المبادرة التي طرحها السيد الصدر يبدو أنه أدرك أن هنالك تقاذف لكرة الحل، أنه كل طرف يحاول أن يرمي الكرة في ملعب صاحبه، ولذلك أتى هذا الموضوع كرد على جميع الأطراف بما يتطلبه الشارع العراقي. قال لهم على الجميع أن يعلن أنه لن يشارك في الانتخابات القادمة، ولا يقف عند هذا الموضوع، بل ذهب إلى موضوعات أقولها مفاصل السلطة التنفيذية، وكلنا يعلم أن هنالك أكثر من 6500 درجة وظيفية ما بين مدير عام ووكيل وزارة استحوذت عليها القوى السياسية. إضافة إلى كل هذا أن الإشكالية القائمة لدى القوى السياسية هي كل منهما يتهم الآخر بالفساد، ولذلك هو ابتدأها بأول نفسه وقال حتى التيار الصدري مشمول بهذا الإجراء إذا أردنا أن نحلحل الأزمة. ونعتقد في طرحه لهذه المبادرة أيضا هي كانت خدمة للطبقة السياسية، لأن الطبقة السياسية طوال المرحلة الماضية امتازت بالكسل، بمعنى هذا امتازت بتدوير كثير من الوجوه المقربة من أي زعيم كان، وبالتالي لم تدفع باتجاه طاقات شابة موجودة داخل الكتل السياسية وحتى من خارج الكتل، كثير من الشخصيات المستقلة المتخصصة في كل مجال. ولذلك أقول أن هذه كانت رؤياه العلاجية بعض القوى السياسية. طيب دكتور، عذرا للمقاطعة، يعني تشوف الموضوع صعب؟ زين أنا شنو البديل عن هذا الموضوع؟ بعدين ذيل التغريدة السيد الصدر بأنه إذا لم يتحقق فلا مجال للإصلاح، لا مجال لتدخلي، ولا لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر. ما القصد من هذا الموضوع؟ يعني أولا اليوم نتحدث، خلينا نتفق، كل القوى السياسية هي تقول نحن فشلنا في تقديم منجز للعراقيين، والكل أيضا متفق على آلية معينة أنه ضرورة أن يتم القضاء على الفساد. في هذا الإطار ترافق حراك جماهيري. حضرتك، الحراك لم يكن وليد هذه اللحظة، حراك تشرين ظهر كلنا يعلم، وفي حراك تشرين كان هنالك من نتائجه 800 شهيد. هاي ال 800 شهيد اللي راحوا عن نتائجها انه مقابل دمائهم كان تغيير القانون انتخابات. القوى السياسية أدمنت السلطة، والسلطة في العراق أشبه ما تكون، دعني أقول، مغارة من مغارات الجواهر واللآلو التي نقرأ عليها في ألف ليلة وليلة. الطبقة السياسية أقولها تغرف منها، مرة باستحقاقها مرة خارج استحقاقها، استحقاقها كيف؟ بتشريعات وقوانين التي فرضت بحيث أنه يكون كل شخصية لها كذا امتيازات، خارج استحقاقها الفاسدين الذين استثمروا هذه العملية. فلا بد أن يكون هنالك نقطة وخط شروع لمتغير قادم يعيد بناء العملية السياسية. طيب نتوجه إليك أستاذ رياض، يعني على الأرض هل نستطيع القول أنه القوى السياسية اليوم الموجودة، هل نستطيع، يعني موجودة في إدارة الدولة بعد 20 سنة مضت، نستطيع أن نبدأ بعقد سياسي جديد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا المشاهدين الكرام. شكرا. حقيقة أول من نادى بالضرورة إيجاد عقد اجتماعي وسياسي جديد وتيار الحكمة قبل عدة سنوات، حتى قبل الانتخابات، أنه دائما يكرر أنه قضية العقد الجديد، لأنه آليات العقد القديم وسلوكياته لم تصبح يعني متوائمة أو تناسب الظروف الحالية. منذ 2003 وحتى هذا اليوم أصبح هناك متغيرات كثيرة على المستوى الجغرافي، على المستوى النفسي، على المستوى يعني السياسي الاجتماعي، كل هذه الأمور كانت في متغيرات. العراقيون في 2003 ليسوا كالعراقيين اليوم 2022. فقلنا أن العقد الاجتماعي الذي تم الاتفاق أو التباني عليه بين القوى السياسية العراقية في بعد 2003 يعني بين قوسين خلينا نقول انتهك سبايرا أو شارف على الانتهاء، ولم يؤدي نتائجه، شارف على الانتهاء. يعني لربما ذاك العقد أسس لبناء دولة عراقية. طيب، ترسيخ الدولة اليوم ومفهوم الدولة وتقريبها من الذهن الشارع العراقي وردم الفجوات التي تراكمت أو اتسعت خلال السنين الماضية بين المواطن وبين الكتلة الحاكمة كسياسة كقوانين هاي يجب أن تردم. كيف تردم؟ تردم بعقد اجتماعي، ولكن هذا العقد يجب أن
يكتب أو يناقش بمجمل القوى السياسية؟ كم سيأخذ من طبعاً الوقت؟ هل الوقت كافي لهذا الأمر؟ هذا يعتمد على يعني مدى جدية الكتل السياسية. بعض الكتل السياسية لديها الجدية لأنه تبادر فوراً في الجلوس والتحاور وتصحيح المسار. بعض القوى السياسية تماهي، بعضها تخاف على مصالحها، على مكتسباتها البعض، وهكذا. ولكن بالضرورة يجب أن يتم هذا الأمر. ليش؟ لأن بقاء هذه الأخطاء وهذه السلبيات بتقادم الزمن لربما تتحول إلى قنبلة موقوتة قد لا تبقي ولا تذر. وأول من يكون ضحيتهم ونفسهم الكتل السياسية والسياسيين، ناهيك عن الأضرار ستلحق بالشعب وبالبلد. نستفهم من كلامك أن المبادرة التي طرحها السيد عمار هل يعني ستكون غير مقبولة؟ لا أبدا، سيد عمار طرح مبادرة حاليا، يعني هاي المبادرات طرحها لحل مشكلة آنية، حل مشكلة سياسية اليوم أو ظهرت بعد الانتخابات، بعد انتخابات 21. هو العقد احنا حكينا به قبل الانتخابات وقبل سنين لتصحيح المنظومة السياسية بالمجمل، ولكن بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وحدوث هذا المشكلة ووصلنا إلى مرحلة الانسداد السياسي طرح عدة مبادرات. والمبادرات التي طرحها بدافع وطني من باب المسؤولية لا من باب المشاركة وأخذ الاستحقاق، على اعتبار أعلنتها الحكمة وأعلنها الحكيم أننا لن نكون طرفا في أي حكومة سواء شكلها التيار قبل انسحابه أو الإطار اليوم، لن نكون طرفا في الحكومة، ولكن هذا لا يعني أننا سنتنصل عن مسؤولياتنا بأن نقرب وجهات النظر، أن نحاول لملمة الوضع، نحاول أن نخرج الجميع من هذا الاحتباس السياسي يعني الذي لربما. سيد رياض، مفهومة يعني نقطة أنه لن نكون مع هذا الطرف على حساب الطرف الآخر يحتاج شوية توضيح، لكن خليني أعود مرة ثانية إلى دكتور عصام. دكتور عصام، في حال لم تتحقق مبادرة السيد الصدر، لم توافق الكتل السياسية على هذه المبادرة، أين يتجه المشهد السياسي؟ ما السيناريو الذي سنكون أمامه مباشرة؟ ما عدنا وقت غير 72، مثل ما صرحت حضرتك 69 ساعة. نعم، يعني أعتقد أنا ذاك ستكون المواجهة ما بين الشعب والطبقة السياسية من خلال هذه المعطيات التي تم التحدث عنها. وقال سيد الصدر أنه لن يكون هنالك تغريدة مني، لن يكون هنالك تدخل، وبالتالي دائما نحن نعلم أن الشعب هو أقوى من أي حكومة مهما كانت. بس هذا الشعب قد يكون في البداية كان التيار الصدري تحقق معه القوى الليبرالية، القوى الديمقراطية، قسم من تشرين، قسم من القوى الناقمة، ولكن في ذلك الإطار هو قال ولا تحين مندم، بمعنى هذا لم يكون هنالك أي وقت للندم. ودائما والبعض أيضا دكتور عصام يقول لك الأطراف السياسية الموجودة ما تمثل الشعب كله، يعني تقصد المتظاهرين نسبة التمثيل سواء سياسي يعني ما تمثل يعني جميع الشعب، ربما 17-20 هناك أغلبية صامتة. دكتور عصام، أسا هذا موضوع الأغلبية الصامتة أنا أتفق وياك، ولكن هل أنت تضمن أن الأغلبية الصامتة هي راضية على الطبقة الحاكمة؟ أنت عود الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، متذمرين من التعليم الفاشل، من الخدمات الصحية الغائبة، من غياب القانون، من سطوة القوى المتسلطة، من موضوعة الفساد. اليوم أنت الآن في كل يوم نحن نتفاجأ، على فكرة الفساد غير مقتصر على فئة أو مكون أو حزب، الفساد متغلغل في كل الطبقة السياسية، وبالتالي طالما أنها تمسك بتلابيب السلطة وتوفر لنفسها حماية وعدم احترام للقانون وأموال، لابد آنذاك يكون الكلمة الفصل للشعب. تمام، في هذا الموضوع أنا أقولها القوى السياسية أمامها فرصة، أما أنه تذهب باتجاه ما طرحه السيد الصدر بأنها غير معنية في موضوعة الانتخابات القادمة. على فكرة إحنا دائما عندنا في تاريخ العراق السياسي أحيانا يتم حظر على حزب، لكن يتم تشكيل حزب آخر، وفي هذا التشكيل الجديد يكون غير وجود الوجود التقليدي، هذا موجود بالعهد الملكي إذا اتابع حضرتك. إضافة إلى كل هذا أن حتى موضوع شغل المناصب، يعني أنا أرد أسأل هل أن العراق أصيب بالعقم العلمي بحيث أنه نفس الوجوه تكرر في كل مفاصل الدولة؟ هذا السؤال المطروح أمامنا. وصلنا إلى مرحلة أستاذ صادق أنه زعيم الكتلة يتحول من فاسد إلى مفسد، يغطي
لعضو بقائمته يقول أنه لا يستعرض. هذا حتى ما نبتعد عن وحدة الموضوع دكتور عصام، المهلة تنتهي مع موعد جلسة المحكمة الاتحادية، المفروض تنظر بدعوة التيار الصدري لحل مجلس النواب. أيضا هناك أحزاب رفعت دعوة للمحكمة الاتحادية وتنتظر النطق بالحكم يوم 30 بالشهر. تعتقد دعوة السيد الصدر أو مبادرة السيد الصدر تشكل ضغطا جديدا على المحكمة الاتحادية؟ لا، أولا هو هذا الموضوع لا يشكل ضغطا، ولا يعني أقولها من أراده السيد الصدر أن يتخذ مسارا آخر وهو مسار الحراك الجماهيري. نعم. مقابل هذا احترم السلطات القضائية وذهب باتجاه تقديم دعوة قضائية. المحكمة الاتحادية أنا أقولها بكل وضوح هي لديها قراءة كاملة لطبيعة الواقع السياسي ومستقبل الواقع السياسي القادم دون أن يكون هنالك أي ضغوط في هذا الموضوع. طيب سيد رياض، مبادرة السيد الصدر هل ستكون مقبولة من قبل الإطار هذه المرة أم ستكون يعني مهمشة حالها حال باقي المبادرات؟ شوفي، هي القضية لو كانت يعني العملية السياسية مسؤولية طرف واحد نعم تكون هناك وجهة نظر أنه أنا هذا الطرف من الطرف الملزم ورأيه ملزم، لكن اليوم من العملية السياسية هي مبنية على مشاركة كل القوى السياسية الوطنية. يعني قرار مثلا قرار حل البرلمان أنه عندما نادى في بداية المظاهرات ودخوله البرلمان بتغيير العملية السياسية كل الشركاء اعترضوا، يقول لك القرار مو بس لك، احنا شركاء ككردي كسني كشيعة كقوة سياسية لنا تمثيل لدينا جماهير، احنا ما نقبل بالتغيير. تحول النداء الى قضية حل البرلمان ايضا. طيب. قالوا هذه هذا موضوع يخص الجميع، تعال خلينا نجلس نتحاور. اذا هذه المبادرة ايضا ستكون نفس نعم ستصطدم برؤية الاخرين. يعني اليوم هل هذا يتناسب مع مزاج الكردي السياسي؟ هل يتناسب مع المزاج السني السياسي؟ هل يتناسب مع المزاج مختلف القوى الشيعية السياسية؟ يعني نعم من حق أي كتلة سياسية أن تعطي أو تبادر بمبادرة، ولكن هي غير ملزمة للآخرين. سيد الحكيم أطلق عدة مبادرات البعض منهم لم يمر عليها حتى مرور الكرام، هذا شأنه، هي حرية، هي هو هذا نقول الحرية السياسية أو يعني الديمقراطية الحقيقية، أنه من حقي أن أطلق مبادرة، من حقي أن طيب أعطي رأياً، لكن رياض. هذا الرأي ليس بالضرورة يكون ملزماً للطرف الآخر. سيد رياض، يعني المبادرة فعلاً غير ملزمة مثل ما تقول، لكن الخيار الآخر اللي يمتلك الطرف الآخر شنو؟ يعني مثل تقصد الإطار؟ سوالي، نعم. الإطار يقول إحنا مع إكمال إجراء الاستحقاقات الدستورية على اعتبار اليوم إذا نريد نجري انتخابات مبكرة، الانتخابات المبكرة يجب أن يكون بها قرار وطني. الانتخابات المبكرة الأخيرة اجتمعت كل الأطراف الوطنية وأجمعوا على أن تكون انتخابات بهذا التوقيت. طيب. يعني لم تكن هي بالضغط أو بتمريرها بالقوة على الجانب من أحد جانب الوطنية سواء طيب. كردية سنية أو شيعية. الكل اتفقوا على أن تكون انتخابات مبكرة. الكل اتفقوا على تغيير القانون الانتخابي. طيب ليش الانتخابات المبكرة تم الاتفاق عليها؟ كيف أمرر انتخابات اليوم مبكرة بدون موافقة واضح. كل الأطراف الوطنية واضح. لذلك نقول نعم نحن لسنا بالضد من إجراء انتخابات مبكرة. إحنا اليوم كحكمة خلينا نقول نحكيها نحكي بالخصوصية، لكن وفق آليات تطرح نعم أنا مع إجراء انتخابات مبكرة واضح. على اعتبار أن لست جزءا من الحكومة واضح. ولكن هذا لا يعني أن أفرض رأيي على الآخرين واضح. نجلس للحوار ونصل إلى حلول متقاربة ترضي الجميع، لا نفرض الإرادة على الآخرين. طيب.